اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. حلقة الليلة من برنامج ملفات، فيها بنستعرض كل ما يجري على الساحة وكل ما يتعلق بالمشهد الداخلي الزاخر بكل الإنجازات التي تحرص القيادة السياسية على إقامتها والسير قدما في مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030 وخطى الإصلاح الاقتصادي، مما لا شك فيه أن الدولة تبذل كل الجهود الحثيثة للقضاء على القمامة والاستفادة منها بطرق حديثة وتعود بالمنفعة المادية وتوفر فرص عمل للشباب. للحديث عن توجيهات رئيس الوزراء ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة النظافة في عدة محافظات، معنا في الاستوديو الدكتور سمعان عبد المسيح وكيل معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس. دكتور سمعان اهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا في الاستوديو. اهلا بك يا فندم، اهلا وسهلا. طبعا توجيهات للرئيس باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية. في البداية فندم عايز اعرف يعني ايه منظومة المخلفات البلدية الجديدة؟ المخلفات البلدية في البداية هي او المخلفات عموما يعني هي اشياء لا يريدها صاحبها في وقت معين. اذا كان هذه الورقة انا لا احتاجها فاصبحت بالنسبة لي مخلف فبلقيها لان انا مش محتاجها او بتخلص منها بطريقة او باخرى. هي دي بيسموها المخلفات البلدية اللي هي بتخرج عن انشطة الانسان. نعم. سواء كان في المدرسة، سواء كان في البيت، سواء كان في الجنينة، whatever هو، حتى في المستشفى في نوع مخلفات خطرة وفي مخلفات بيطلعها الإنسان نتيجة الإعاشة أو الأكل أو الشرب. نعم. هي دي اللي بنسميها المخلفات البلدية. نعم. وهي دي اللي مصر عاوزة تعمل منظومة متكاملة لإدارة هذه المخلفات، لأن إحنا على مدار سنوات الحقيقة كان في مشاكل كتيرة في الشركات الأجنبية اللي جت لمصر والتعاقدات التي حدثت، وكان في شوية جاب بين الشركات وبين العامل اللي كان بيجي يلم من البيت، كان في شوية مشاكل. الحقيقة احنا عندنا حاليا حسب 2020 26 مليون طن من المخلفات في جمهورية مصر العربية، وهذا الرقم خاص فقط بالمخلفات البلدية زي ما حضرتك تفضل. غير ده بقى غير مخلفات البناء، غير المخلفات الزراعية، غير المخلفات الطبية، كل شيء دي اسمها المخلفات البلدية اللي هي بيطلق عليها بالبلدي. يعني يمكن هو يمكن حضرتك وضحت لي او وضحت للمتابع شيء مهم، واحنا انا كنت فاكر بصراحة ان منظومة المخلفات البلدية يعني كل المخلفات اللي انا بشوفها في الطريق، يعني مثلا سواء اذا كانت مخلفات هدم مباني او مخلفات ترع ومصارف او مخلفات، انا كنت فاكر ان هي كلها حاجه واحده. لا، لكن المخلفات دي المنظومه اللي بنتكلم عنها وبيتكلم عنها رئيس الوزراء دي المخلفات اللي بتتعلق بالانسان، دي اللي هنبدا بيها ان شاء الله او الجزء الاولاني من المنظومه وفق القانون اللي اصدره معالي فخامه رئيس الجمهوريه 202 لسنه 2020 بانشاء جهاز لاداره وتنظيم المخلفات في مصر. وده الجهاز ده هيبقى له صلاحيات معينه، وطلع القانون، هذا القانون ب80 مادة، وهذه المواد هتنظم إلى شكل كبير كيف يكون حال المخلفات في مصر خلال الفترة القادمة. نعم. فهم هي يعني يمكن اختاروا ثلاث مناطق يبتدي يشتغلوا فيها كأشياء تجريبية، والمناطق الأربعة اللي اشتغلوا فيها القاهرة، بورسعيد، إسماعيلية، الإسكندرية. ويمكن اختيارهم للقاهرة واسكندرية، حضرتك تعلم انه تقريبا 48 او 47% من المخلفات في اربع محافظات فقط اللي هي القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية. نعم. يعني هيبقى في اثنين محافظتين فقط من اللي هم اكثر اخراجا للقمامة واثنين اقل، بحيث يبقى نشوف المنظومة هتمشي ازاي وايه يعني الشغل التجريبي ده هيبين. يعني هتبدأ في انهي محافظات؟ اربع محافظات يا فندم، القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية. القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية، يعني بورسعيد والاسماعيلية المخلفات عندهم قليلة. أقل. ده طبعا نظرا لعدد السكان ولا نظرا للتصرفات الشخصية للسكان؟ لا، يعني هو التصرفات الشخصية على الجميع. نعم. بس عدد السكان بيفرق طبعا. نعم. مفيش شك احنا لو بنتكلم على سلوكيات الناس ده موضوع تاني، انت ممكن تلاقي الصين 1.5 مليار لكن منضبطين في القمامة، بنتكلم دي قصة تانية، لكن هو الفكرة مدى وعي وسلوك الإنسان بغض النظر عن العدد. بس احنا بنتكلم على القاهرة والاسكندرية عددهم كبير، فمفترض بيطلعوا مخلفات
اكتر حاليا بالنسبه للنزول. طب دكتور سمعان، كانت زمان كانت في اشاعه مش عارف او معلومه صحيحه ان الصين كانت بتستورد المخلفات، ولا ده كلام يعني؟ لا لا لا، لا هو فعلا منه حقيقه، لان الصين يعني بتحاول ان احنا، حضرتك تعلم جيدا ويمكن الساده المشاهدين يعلموا ان هذه المخلفات هي ثروه انك انت تقدر تسترجعها تاني. ده فلوس، دي موارد، يعني غير انها فلوس هي موارد. يعني لما يكون عندك حديد وترجعه حديد تاني، لما يكون عندك بلاستيك وتطلعه بلاستيك تاني، لما يكون ألمونيوم وتطلعه ألمونيوم تاني، طب ما ده مورد في الآخر انت بتحافظ عليه، وخاصة ان هذه الموارد غير متجددة. نعم. يعني ما ينتهي منها في البيئة لن يستطيع ان يعود الى التجدد مرة اخرى. يبقى انا بجدد مواردي في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بكسب، لان انا منظومة المخلفات دي عشان اشتغل عليها بالنظام اللي هو بنظام القانون تكلفني حوالي من 7.5 الى 8 مليار جنيه. طب انا الفلوس دي اجيبها منين؟ الفلوس دي انا اجيبها انا كحكومة او كدولة؟ انا مش عاوز ان انا اطلع مخلفات واصرف عليها عشان اتخلص منها، انا عاوز اكسب منها، مش بس كمان اصرف عليها عشان اتخلص منها. وده نقطة مهمة جدا، ان كل دولة دلوقتي بتعتبر مخلفاتها ثروة اخرى تستعيد وتسترجع ما فيها من موارد عشان تقدر تشغلها مرة اخرى. نعم. يعني هي كانت بتستوردها ببلاش ولا بتستوردها بفلوس؟ ما انا برضو مش عارف. يعني هي كانت بتستورد القمامه مثلا من عده دول، او بتختار معينه؟ بتختار يعني بتختار دول معينه علشان تبقى عارف ان المخلفات بتاعها فيها مثلا اشياء تفيدها. اما انا عشان بس تبقى المعلومه كامله. طبعا هي وانواع معينه اصلا، يعني ممكن ما تاخدش مخلفات الاكل مثلا، لان حاجات لكن تاخد مثلا بلاستيك، تاخد يعني خرده، تاخد حديد، تاخد الحاجات دي وتعيد تصنيعها. يعني الدول دلوقتي بقى ابتدت، يعني المانيا يعني 80% من مخلفاتها بتعيد تدويرها، الهولندا 70%، ابتدت الدول هي نفسها، يعني بلاد كتيره دلوقتي هي بتحاول ان هي التدوير ده هو مصدر بس التدوير ده له شروط. ما هو ما ينفعش حضرتك تيجي تقول لي ادور القمامه وانت بتحط كل القمامه على بعض. وعش كده القانون ده من ضمن شغله ومن ضمن أولاته، وأعتقد ده هيبقى في الشغل التجريبي اللي هتعمل في المحافظات ده، إنك لازم تخلي الناس تفصل من المنبع، ودي حجر الزاوية في التخلص الآمن من القمام. لازم أقنع الناس إن هي أتليست يبقى عندها كيسين، كيس للمخلفات العضوية اللي هي بقية، أنا مش عاوز أقول بقية الأكل لأني مش عاوزين الناس تخلي عندها بقية أكل ترميه. انا شايف ان فعلا احنا عندنا في مصر بصراحه بنرمي كميات اكل غير طبيعيه يمكن ما شفناهاش في اي دوله اوروبيه ما سافرنا. ما حصلش يعني حضرتك 60% من مخلفات المصريه مخلفات عضويه. تمام. عضويه يعني فيها نسبه اكل وخضار طماطم. يعني مثلا الناس بتروح مثلا تشتري 2 كيلو خيار بتلاقي مثلا كيلو ونص منهم اترمى بعد 3 4 ايام، وهكذا العيش وهكذا، تلاقي حاجات كتيره جدا. وبالتالي هو اول استراتيجيه ومن ضمن القانون ده ان احنا ازاي نقلل من المخلفات، ازاي نقلل من المخلفات اللي هي بيسموها الار الاولانيه، لان هم ثلاث كلمات يبتدوا بحرف الار، ريديوس ريوس ريسايكل، ثلاثهم بيسموها استراتيجيه 3R في العالم كله. الار الاولانيه اخفض مخلفاتك، ما ترميش مخلفات اكل. ما شفناش كده في الدنيا، حضرتك سافرت بره والتاني الناس سافرت بره ما شافوش ان الناس بيرموا بصراحه أكل. لان بس هو المشكله ان هم يعني هو الثقافه نفسها ان الناس بتشتري الاكل على قدها، ما فيش حد بيشتري بالخمسه كيلو. احنا نعمل كده بقى، احنا نبدا هي دي ثقافه عشان احنا ناس كوره، ما هي دي الفكره. احنا حضرتك ما عندناش، الدول المتقدمه ما عندهاش بالكيلو، محسوب بالوحدة. صح. فبالتالي هو بياخد على قد، صح، والحاجة موجودة ومحفوظة. صح. يعني حضرتك بتاخد 3 كيلو موز على اخر الكام يوم هترمي منهم كيلو، ده اقل حاجة يعني، وده بيحصل بصراحة. لكن لما بتروح تاخد قطعتين ثلاثة هتاخدهم تاكلهم في نفس اليوم. بس هنا البياع ما بيسمحلكش بشيء بريء. دي سلوكيات، عشان كده انا قلت نجاح منظومة المخلفات في مصر تبدأ بالسلوكيات، تبدأ بالوعي، انك لازم تقنع المواطن ان هو استهلاكه على قده. ما حدش بيقول للناس ما تاكلش، كل زي ما عجبك، بس كل ما ترميش يعني. صح. ما خلي بالك حضرتك تاني، ده فوق بعد تاني. النهارده انا بستورد قمح، تخيل بستورد قمح بالعمله الصعبه نفس الكلام، واعمله عيش ناكل نصه ونرمي نصه. يبقى انا برمي نص العمله الصعبه، العمله الصعبه اللي انا اصلا بجاهد عشان اعملها وانمي واحسن اقتصاد بلدي. وبالتالي هذا الوعي لازم يوصل للناس.
فدي رقم واحد في اي نجاح استراتيجي، ويمكن في العالم كله حضرتك بتشوف ان هو يقلل الاستخدام، دي رقم واحد. اذا نجحنا نقلل الاستخدام باننا يعني اجيبه اكله، حليت نص المشكله، نص المخالفات العضويه. هيتبقى ايه بقى في العضويه؟ بقى قشر موز، قشر بطاطس، قشر عروق ملوخيه، قشر انت حضرتك صح. احلى سمات في الدنيا لو خليته لوحده في كيس. هل نقدر نخلي المشاهد يعمل كده؟ كيس واحد. انا مش هقول له هات اربعه، ومش هقول له هات واحده صفراء وواحده خضراء وواحده حمراء وواحده سوداء، لا، انا اقول له كيسين بس. كيس حط فيه اللي هي الحاجات القشريات اللي انت مش هتاكلها واقفله، والكيس الثاني حط فيه بقيه المخلفات بتاعتك اللي هي اذا كان ورق كرتون بلاستيك. لو نجحت في ده حضرتك، لو كان الكونتينر واحد وحطيت كله على بعضه، باظ المحتوى العضوي اللي انا ممكن اعمل له ريسايكل بعد كده. خلاص، ما هو حضرتك حطيت الاكل على الزيت على البلاستيك على الخشب، لما تيجي تفصله وتيجي تخلي الورق ريسايكل، الورق اصلا اتهرق من الزيت والميه اللي وقعت عليه والبقيه بس دي حاجه صعبه قوي. طب احنا هنتابع هذا الفصل مشاهدينا الكرام، ونواصل الحوار مره اخرى مع الدكتور سمعان عبد المسيح، فابقوا معنا. بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور سمعان عبد المسيح، وكيل معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس. مرة أخرى برحب بحضرتك دكتور سمعان، ونكمل الحديث، تفضل. هو بس هي دي أول نقطة في إن أنا أقلل المخلفات من المنبع. نعم، تمام. وأفصل اتنين، فصلت أول واحد الأكل اللي هو ما فيش أكل، بقى خلاص اتفقنا وندرب الناس إنه ما فيش بقية أكل. هاخد الكيس ده اوديه لمصنع السمات، وهنا الدوله هتوفر هذه المصانع او الشركات سواء كانت من الدوله او القطاع الخاص، تمام. هو هياخد الحاجات ديت مفصوله جاهزه بالنسبه له، لان هي لو انت واخد الحاجات دي مش مفصوله هتقلل القيمه الاقتصاديه بتاعه الاسمده اللي طالعه، وبالتالي هيكون الجوده بتاعتها رديئه ما تقدرش تسمد بيها. وبالتالي لما اديله حاجه جاهزه من البدايه هياخدها ويشغلها ويطلع لنا سمد. الحاجة التانية بقى الورق بيتفرز 13% من محتوى المخلفات المصرية ورق وكرتون. يعني حضرتك بنتكلم في 60 و13، يعني دخلنا تقريبا على 3 ارباع المخلفات في صفيحة المخلفات المصرية او الكونتينر المصري. طيب الورق ده ممكن اعيد تدويره بقى. اعيد تدويره ازاي؟ بيتبل في مية وتخش برضه في مصانع وتعمل ورق ابيض تماما. يمكن وصلنا لتكنولوجيا بترجعها لك زي ما كانت الاول بالظبط، تمام. قبل كده لازم انا كمستهلك هقول لك بقى في الريوس ازاي استخدم الورقه اكتر من مره، والبلاستيك وهكذا. يبقى اذا رقم واحد فصلت،
وقللت الاستهلاك بتاعي، ودي رقم واحد في عملية الايه التدوير. الحاجة التانية بقى، طيب انا فصلت، هيجي الراجل ياخد مني عامل المخلفات، هياخد مني الكيسين اللي عندي، تمام؟ الناس تقول لك ايه اصل بياخدهم يحطهم على بعض، ماشي يا سيدي، هو الراجل هياخدهم، مش هو الراجل عارف وانس ان هو هيفتح الشنطة هيلاقي فيها مفصولة هيبقى مبسوط جدا ان انت يعني ريحته من حكاية كانت صعبة جدا بالنسبة له انه يفصل المواد دي عن بعضها. اصبح بقى فصل الورق والبلاستيك وشوية الحاجات التانية اللي في الشنطة التانية سهل جدا بالنسبة له ان يقدر ان هو يعمله. طيب يبقى هو هنا يا دكتور، ما بنسافر بنلاقي في اربع صناديق مختلفين للقمم، هم بيبقوا عباره عن ايه؟ واحد هو بقى بيفصل اكتر، اللي هو الكنز والمعادن والبلاستيك والباقي الفويل والمشق والبلاستيكات والحاجات دي كلها، والورق والكرتون بيبقى كونتينر تاني، والاكل كونتينر رابع، ولو حاجات بقى فيها اللي هي الايه الحاجات اللي ممكن تكون خطرة، يعني مثلا دي دايما يا فندم اللي بنلاقي على اي مثلا كمبيوتر او على اي حاجة ممنوع تترمي في الزبالة، يعني الزبالة مع الكونتينر. طب دي مفهوم ده ايه؟ يعني التخلص بتاعها الطبيعي يبقى فين؟ يعني هو يعني حتى يمكن في ناس اصدقاء لينا عايشين برا بيقولك لو هو البطارية مثلا بتاعة الموبايل او بتاعة اللابتوب لو هو راح يرميها في الباسكت بتاع الزبالة ده يعني يحصل له مشكلة ويدفع غرامة رهيبة، لان هو بيضر نفسه وبيضر المجتمع وبيضر البني آدم اللي بيشتغل في موضوع تدوير القمم. هل ده وارد ان هو يتم عندنا؟ تمام، هو ده جزء من المنظومة. موضوع المخلفات الالكترونيه ده موضوع على مستوى العالم صعب جدا. يعني انا بلاقي في الباسكت بتاع العربيه بتشيله اللي هو الكبير بتاع القمامه، بلاقي واحد مثلا رامي شاشه تلفزيون، بلاقي واحد مثلا رامي شاحن موبايل قديم، يعني ما الى ذلك. يعني لا، هو بص حضرتك، لو حضرتك بتتكلم بقى عن المخلفات الالكترونيه، في توجه دلوقتي احنا بنطرحه للدوله انه ابتدت في بعض الشركات، ومصر وافقت على اكتر دلوقتي من 6 مصانع اتوافق عليهم من وزاره البيئه هتشتغل في تدوير المخلفات بنفس السيستم اللي انا بقول لحضرتك عليه، هنحطه في كيس لوحده. يعني مخلفات اللي هي اللي طالعه، عندك لابتوب قديم، عندك ماوس قديم، عندك بورد قديم، عندك اي حاجه قديمه ما تحطهاش مع المخلفات، ودي ما بتطلعش كل يوم، دي بقى بتتجمع على مدار شهور طبعاً. او سنوات، بس في بطاريه مثلا ريموت كنترول بتاع حاجات زي كده في الشنطه. وبعدين هي المشكله كانت ايه عندنا؟ مشكله ان ازاي توصل ده للمصنع، فهم المصانع اللي كانت القطاع الخاص يقول لك هات لي الجزء ده وهديك فلوس، طب المصنع ده بعيد عني 100 كيلو، طب انا هروح ازاي؟ فالحقيقه كنا عندنا مبادره انه الجمعيات الاهليه او بعض الشباب في نطاق الاحياء هم اللي يلموا من الناس في منطقه الحي ويجمعوا في عربيه واحده ويودوها للمصنع ده، يوم انا استفيد والشاب استفيد. حضرتك بتقول تشغيل ايدي عامله وتشغيل شباب في المقدمه طبعا. هو ده تعمل مشروعات صغيره، وبالتالي انا كمستهلك عشان اروح 50 كيلو في مصنع في 6 اكتوبر وانا ساكن في مصر الجديده هدفع لي كام رايح جاي واخد ايه؟ يعني احنا طرحت فكرة قبل كده ان ده يبقى مشروع للجمعيات الاهلية في المناطق او للشباب، هم اللي يلموا الحاجات دي. الحاجة دي لو هاخد عليها 100 جنيه ممكن اخد عليها 80 جنيه وانا قاعد في بيتنا، تمام؟ وال 20 جنيه دول يروحوا للشاب اللي خد مني او ما خدش عليها حاجة. انا كده ولا كده كنت برميها بصراحة، يعني هي ما خدش عليها حاجة بصراحة يا دكتور. يعني هو اصل من ضمن يعني انا جبت حاجة وبرمي الحاجة القديمة، برميها لمرحلة ان انا برميها، مش بس بديها لحد قريبي او ان انا عايز اصلحها، ده انا برميها، فالمفروض ما اخدش حاجة. هو اللي حضرتك حاجة يعني اساعد حتى البني ادم او الشخص او الشاب او الاخ اللي هو عايز يشوف فرصة عمل في هذا المجال، لان انا ما اخدش وياخد المبلغ كله. رائع، بس يعني في ساعات ايه احنا من ضمن حاجات لا يعني جبنا حاجات ان ايه نقول له ايه طب احنا ندي لك حفز يوم يعني نساعده ان هو ايه طلع. حضرتك دي كراكيب جوه البيت. ايوه صح، واحنا عندنا ثقافه. بس كان زمان يا فندم كانت انا وعيت كانت الازايز الازاز ليها رهن، فكانت الناس بترجعها، لكن ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي. خلاص ده مش عارفين ليه، يعني هو يا ريت ده لما يرجع، كنا احنا زمان بنرجعها للبائع هو بيرجعها للشركه. اتلغت الدايره ديت، فاصبحت في ازاز كتير ممكن بيعور الاطفال وبيعورنا واحنا ماشيين في الشارع. هو الذي حتى بيستعين بالبلاستيك، ما عادش بيستعين قوي بالازاز، لان البلاستيك ايه هتاخدها وترميها،
بس احنا بنلاقي بقى ناس بتنبش الزباله علشان خاطر بتبهدل الشارع، بتقلب صندوق الزباله كله طبعًا. علشان اولاد يعني. طبعا انا عارف ان هي طبعا يعني هي الحاجه في الاول وفي الاخر، ولكن يعني ممكن يكون مثلا احنا نشتري حاجه اغلى شويه، يبقى القانون يلزم مثلا يعني ازازه الزيت يبقى عليها 2 جنيه اضافي، اما انا ارجعها تمام مثلا للمحل او ارجعها لمكانها اخد، فانا ممكن الم مثلا مش لازم ارجع واحده واحده، الم مثلا 20 واحده 30 واحده معايا كيس واديها اخدها. بيحصل في بعض المناطق بالمناسبه في مصر الجديده في اكشاك دلوقتي بتاخد الحاجات دي نتيجه فلوس يعني. في ابتدى يسمع بس مش معممة التجارة طبعا يعني ما تقدرش ان ما نقدرش ان احنا نعتمد عليها يعني، هي كلها حاجات بسيطه لكن يعني لكن حتى ازايز المشروبات الغازيه وما الى ذلك يعني بتهيالي كل دي حضرتك اثرت قضيه جميله جدا في البدايه. هو الشباب لو فكر في مشروعات زي كده وده مش هيسبب له مشكله خالص، بالعكس يعني ده حاجه جميله جدا وحاجه رائعه فيها مكسب كويس جدا، هيحافظ على الموارد وفي نفس الوقت هيكسب منها. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على انه من ضمن استراتيجيات القانون اللي هو عمليه تقليل المخلفات من المنبع، نعم، والار الاوانيه. حاجه تانية السريت الار الثانيه ريوس، اعاده استخدام الاشياء. حضرتك شايف الورقه دي انا كاتب في ظهرها، رحت كتبت في وشها تمام، او العكس. صح. قللت استخدام الورق بنسبه 50%. تمام. طب ايه المانع ان احنا نعمل كده كلنا؟ معظم الناس تكتب في وش وتسيب الظهر فاضي وتكرمشها وتقطعها، مظبوط؟ طب ايه المانع ان انا اعمل الحكايه دي؟ وفرت لي ده مش بس كده، ده وفر لي 14 شجره كنت هقطعهم عشان اعمل طن ورق جديد. ال 14 شجره دول هيدوني ثاني اكسيد الكربون، ياخدوا ثاني اكسيد الكربون قد ايه؟ ويدوني اكسجين قد ايه؟ هيحسنوا الجلوبال وورمنج والتغير المناخ قد ايه؟ بحسبها بقى من كل الناس ما بتحسبش التداعيات دي. ايه الناس بتحسب الحاجه اللي قدامها. يقول لك ورقه يا عم يعني انت ايه البخل ده؟ مثلا يعني البخل ده والحاجات دي. لا دي حاجات بسيطه جدا حضرتك شايفها اهو، يمكن انا جايب حاجات حضرتك شايفها قدامي فيها وشه فيها خلاص. صح. ده اللي هو فكره او استراتيجيه اعاده استخدام الاشياء، وعندنا حضرتك امثله كتيره جدا. يمكن هقول مثال واحد للناس المشاهدين، يمكن الشباب ما يفتكروش لكن الناس العواجيز يفتكروا قوي، مش عاوز اقول العواجيز قوي يعني نص 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 يعني. حضرتك لما كنا بنعمل قمصان زمان ما كناش بنشتري قمصان جاهزه، بنجيب قماش ونديه للترزي. صح. فالترزي كان يعمل ايه زياده؟ ياقه واسورتين زياده. ايه اللي بيضيف حضرتك في القميص؟ الياقه والاسورتين. بعد سنه اتنين اروح للترزي يشيل القديم وحط جديد. صح. البادي ما بيضيفش اللي يدوبه. بس هو بصراحه ما حدش بقى بيعمل كده دلوقتي. انا عاوز اقول حتى الترزي نفسه بقى بيرفض. مفيش ترزي. يعني في بعض ال عاوز اقول يا ريت نرجع الاشياء دي. لان دي ثقافه، هي جاست ان الثقافه طب ما كانت موجوده. صح. يعني وموجود بلاش. حضرتك السيدات زمان كانت بتشتغل البلوفر بالتريكو. صح. بعد سنه اتنين تشيل تفكه. صح. تحط شله واحده جديده وتطلع بلوفر جديد بغرزه جديده. نعم. ده اعاده استخدام. يعني ده اعاده استخدام. عايزين نرجع هذه الثقافات اللي موجوده لان ده هيوفر فلوس. يعني انا اقول لهم كده باربع حاجات، هيوفر لحضرتك فلوس ولا مش هيوفر؟ هيوفر على المستوى الشخصي طبعا. بدل ما اروح اشتري قميص ب 200 جنيه خد 300 جنيه خلاص، جبت واحد جديد ببلاش. تمام. الحاجه الثانيه هيحسن لي الموارد بتاعه البلد بتاعتك. ثالث حاجه هيقلل لي المخلفات. رابع حاجه هيقلل لك من كم الحشرات اللي موجوده في الشوارع دلوقتي اللي هي بتتغذى على هذه المخلفات. حضرتك الشارع اللي نظيف مش هتلاقي لا فيه لا سوري يعني لا كلاب ولا قطط ولا فران ولا عرس. صح. الشارع اللي مش نظيف هتلاقي طول الليل دول عمالين يجروا وبكميات كبيره جدا، لانك انت موفر له مصدر اصلا يتغذى عليه. لو ده مش موجود وبالتالي ده هينقل للناس الامراض بشكل او ايه او اخر. يبقى انا دلوقتي بتكلم على ريسايكل الاول واحده اللي هو تقليل الاستخدام، اعاده استخدام الاشياء كلما امكن، ثم الحاجه الثالثه بقى اللي هي التدوير. كتبت ورقه وشها وظهرها، ياخدها الراجل يحطها في يبلها ويفرمها وبعدين يطلع لك ورق بلاستيك يطلع بلاستيك، كرتون يطلع كرتون، حديد يطلع حديد، وهكذا نعود. هرجع لحضرتك دكتور سمعان ولكن نتابع هذا التقرير الذي اعده الزميل هادي سلامة.
تحسين جودة الحياة لكل المصريين والحفاظ على البيئة، وفي إطار التوجيهات الرئاسية المباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية، بات إعلان الحكومة عن البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة جمع ونقل ونظافة الشوارع ضرورة، وذلك في 4 محافظات كمرحلة أولى، وهي القاهرة، بورسعيد، الإسماعيلية والإسكندرية. طبعا احنا مشكلة النظافة دي احنا بنعاني منها من فترة طويلة، وهي في الأساس أصلا تصرف وسلوكيات مواطن، بس في نفس الوقت برضو إدارة للمشكلة، إدارة صحيحة بتوفر على المواطن مجهود كبير جدا في المواجهة، وتوفر على الدولة أموال كتير جدا، تمام، وتوفر طبعا صحة كويسة للمواطن إذا تم التنفيذ بشكل جيد. احنا في الفترة اللي فاتت كنا بنعاني فعلا من إدارة مش مظبوطة مع الشركات الأجنبية، كان في مشاكل، لكن أعتقد إن احنا في الفترة اللي فاتت دي كانت بتوجيهات، أعتقد إن هي توجيهات رئاسية ومع مستوى عالي من الدولة، إن احنا ننظم المشكلة دي ونحاول نشوف ليها حل. فبالتالي وضعنا خطة على مستوى عالي، في الخطة دي بيشارك فيها أكتر من وزارة، وزارة التنمية المحلية طبعا، وزارة البيئة، وزارة الإنتاج الحربي اللي كانت بتبقى مساهمة في توفير البنية التحتية للمنظومة الجديدة للأمر الرئيس إن احنا نعملها عشان نقضي نهائيا على مشكلة النظافة. المشروع متكلف طبعا حوالي 12 مليار جنيه، اهتمام طبعا ببنية تحتية وبنية صناعية وبنية بشرية إن صح التعبير. يعني المشروع بيستهدف طبعا ال4 محافظات بشكل عام للنقلة في النظافة والشركات الكبرى التي تعمل في هذا المجال. وطبعا في الفترة الأخيرة تقدمت حوالي 93 شركة لمجلس الوزراء من أجل الاستقرار أو اختيار بعض الشركات اللي هتشتغل في المرحلة اللي جاية. يعني طبعا عبارة عن 5 وزارات، الـ5 وزارات متضافرين مع بعض، سواء التنمية المحلية، سواء البيئة، سواء طبعا مجلس الوزراء بيرقصهم، وفي الآخر طبعا احنا هنشوف حاجة مختلفة جدا في مشروع النظافة. جهود حثيثة إذن تبذلها الحكومة وبرعاية مباشرة من القيادة السياسية بهدف إحداث طفرة كبيرة في مستوى النظافة بالشارع المصري والتخلص الآمن من المخلفات عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بما يوفر العيش الكريم والبيئة النظيفة لكل المصريين. مرة أخرى مشاهدينا الكرام أواصل حواري مع الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ أو وكيل معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس. دكتور عبد المسيح أنا برحب بيك وسعيد بصراحة من كمية المعلومات اللي بنتناولها في هذه الحلقة، وكان الحديث مع حضرتك أنت تتحدث على قانون، تفضل، كان فضل آخر نقطة بتهيأ. هو التدوير بقى، التدوير ده منص أنه هو مفصول من المنبع، عشان كده إحنا بدينا المنظومة أن لابد من الفصل من المنبع، هو ده اللي هينجح المنظومة بشكل كبير جدا. لكن لو كانت البيوت ما زالت بتاخد الراجل بياخد منها الكيس زي ما هو، هيبقى مش فيش كفاءة قوي للمنظومة، لأن كل المحتوى العضوي مع البلاستيك مع الحديد مع كله مع بعض، ودي 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 يعني حاجة مش كويسة يعني. فدي البداية. بعد كده لو هو عنده بقى كل حاجة مفصولة، هيودي على مصنع الأسمدة يعمل أسمدة، هيودي على مصنع البلاستيك، هيودي على مصنع الكرتون إلى آخره، وبالتالي كده المنظومة هتبقى. إذا تبقى أشياء فإحنا عندنا أكتر من جهة، ممكن بقى في حاجة اسمها الدفن الصحي، يعني بندفن هذه المخلفات المتبقية بعد ما خلصت كل حاجة على أبعاد معينة، بس طبعا لها اشتراطات صحية، لأن ما ينفعش أن أنا أدفن على أعماق بعيدة ممكن تصل للمياه الجوفية وتلوث هذه المياه الجوفية أو تبقى على السطح. أنا بدل ما تخلص منها رجعت لي تاني، رجعت لي تاني بشكل آخر بشكل أسوأ، أو أن أنا أحطها على السطح تقوم تيجي الرياح تاني وتدخلها لي على المدينة. أو الحرق المقفول اللي هي في مناطق أو في محارق خاصة زي المحارق الطبية بتبقى مقفولة، وبالتالي بنتخلص اللي هو التخلص الآمن اللي هو من، وبالتالي المنظومة حضرتك بتمشي من الفصل من المنبع إلى النقل إلى منطقة المناولة إلى الفرز. خلاص الفرز ده احنا قلنا خلاص من المنبع، ثم التدوير، ثم التخلص الآمن.
نعم. طيب دكتور عبد المسيح، يعني في نتكلم عن مخلفات البناء، لو حضرتك يعني عند حضرتك خلفية عنها، ديت المفروض الطبيعي بتاعها ايه واللي حاصل ايه دلوقتي؟ لا، هو مخلفات البناء يعني مثلا واحد بيوضب شقته، واحد بيكسر الحمام بتاعه بيعمل له تجديد، بلاقيه ان هو بيجي بتيجي عربيه كهرباء بتاخده وبيعطوه وترميه على اول الشارع. ما هو ده خطا، ما هو خلاص مش ده اللي حاصل يعني. حتى لا، في مصر الجديده انا كنت فاكر شارع المقريزي دايما كانت في حته عند الملف كده كل الناس كانت يعني متهيألي كل الدوله عارفه وكل اجهزه مصر الجديده عارفه وسايبه الناس بتعمل كده، فانا ما كنتش عارف ايه السر في الموضوع دوت، فانا يعني يا ريت حضرتك تلقي. لا، هو موضوع مخلفات البناء ده لا يجب ان يضع مع في اي محتوى عضوي هو لوحده، لان هو ده المفروض بيعمل لنا مشكله انك انت ما تقدرش تستفيد بيه. في بعض التجارب في بعض الدول بتحاول ترجع مخلفات البناء ده الى اسمنت مره اخرى. تمام، ده بالنسبه للدول المتقدمه يعني، لكن احنا لسه ما زلنا في مصر بيتجمع. هو المفروض دلوقتي حسب يعني آخر معلوماتي بالنسبة للمحليات، لو أنت عند حضرتك أي مخلفات بناء بتتصل برقم معين في المحليات، هو يبعت لك عربية أو يعني بالفلوس طبعا، هو مش هيبعت كده يعني، تبعت لك طبيعي، ما هي مخلفاتي يعني مخلفات بدفع عشان تدفع ياخدها وهو بقى يوديها في المكان المناسب ده. لكن اللي هو الراجل اللي هو بيجي بعربية ده طبعا ده بيلاقي أي حتة فاضية، وفي الغالب بيرميها فين حضرتك؟ على مطلع كوبري في حته كده مش عارف ايه، روح العربيه على طريق ده ايه، روح رميها لك وروح ايه ويروح ماشي. طبعا انت لا له رقم، حتى لو صورته هتجيبه منين يعني وهتعرفه منين؟ وبالتالي هو ده الحل بتاع مخلفات البناء، اللي هو عن طريق المحليات تبعت العربيات الخاصه باللوري او الشغل بتاعهم، هو اللي بياخد هذه المخلفات وهو بيتعامل بقى معاها يوديها فين او يوديها الصحراء، لان حاليا ملهاش استخدام حاليا لسه في مصر. التوجه الدولي ان هو ياخده يعمله اسمات، بس لسه التجربه مش على نطاق واسع يعني. نعم، تقرير زميلنا ناصر علي، واواصل حواري مره اخرى مع الدكتور عبد المسيح. باعتبار أن الحق في حياة صحية وآمنة هو أحد أهم حقوق الإنسان، تسعى الوزارات المعنية حاليا لإطلاق منظومة جديدة للمخلفات والبدء في التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى منها، من خلال تجميع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع توفير التمويل اللازم للمشروع بما يساهم في تحسين البيئة والحفاظ على صحة وسلامة المصريين. أهم حاجة عندنا دلوقتي في أزمة الكورونا وكده موضوع الزبالة لتنقل الميكروبات والجراثيم عن طريق نقل الزبالة، لما يكون شركة متخصصة في إن هي تلم الزبالة هيبقى عندهم إجراءات احترازية، يعني اللي هيشيل الزبالة هيبقى حاطط كمامة، هيبقى في تعقيم، في بتاع يقدر يشيل الزبالة، يقدر ياخد الزبالة بعد كده وهم يستفيدوا منها ان هم يجزئوها بحيث يعملوا لها اعاده تدوير مره تانية. اكيد هيكون احسن بكتير طبعا عن اللي احنا بنشوفه دلوقتي، لان القمامه موجوده في كل مكان في الشوارع يعني، فاكيد لو الدوله خدت قرار زي دوت هيكون قرار سليم ان شاء الله. دي حاجه طبعا جميله جدا وحاجه ممتازه، والدوله بصراحه شايفين انها يعني بتسعى ان احنا نبقى في شكل افضل، شكل حضاره، شوارع تبقى نظيفه، خارج من التلوث، عشان خاصه ارض كورونا اللي احنا فيه دلوقتي دون ان احنا نساعد ان احنا نقلل من المشاكل اللي بتحصل دي بسبب الكمامة يعني. لا، ده مشروع جميل جدا، بالعكس احنا يمكن من اكتر الدول اللي بتطلع يعني كميه الكمامه اللي بتطلع فيها كبيره جدا، ولو حصل فيها تدوير هتبقى كويسه، ولنا هتشغل عماله جديده موجوده، هتفتح مجالات عمل جديده، هتحسن البيئه، فهو مشروع جميل جدا وريت فعلا الدوله تتبناه. الطرفين طبعا الحكومه تستفيد منها طبعا، لان بتحافظ عليا، تحافظ على اولادي، وبتحافظ على المجتمع وعلى البيئه اللي احنا بنشوفها في الشوارع دي. احنا في كل حته في القاهره يا فندم بتلاقي فيها زباله، لازم تحط زباله في اي حته كده. دعم منظومه المخلفات الجديده كمشروع قومي والعمل على توفير احتياجات القائمين عليها هدف يسعى المسؤولين لتنفيذه باعلى مستوى، لاحداث تغيير كبير على مستوى نظافه الشوارع المصريه بما يساهم في توفير حياه صحيه سليمه لكل المصريين. مرة
مرة أخرى واصل حواري مع الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. النقطة بقى المهمة اللي أنا عايز أتحدث مع حضرتك عنها دلوقتي الفلوس. يعني طبعا أكيد المنظومة أو الشركات أو الاتفاقات دي هتحتاج أجهزة، هتحتاج سيارات، هتحتاج ملابس معينة لعامل النظافة يعني. وهل فعلا عامل النظافة هنشوفه يبقى عامل زي النظافة اللي زي اللي موجود في بعض الدول، يعني دول الجوار أو الدول المتقدمة، أن عامل النظافة يبقى شكله حاجة كده تفرح، مش لازم يبقى تعبان وغلبان ومغلوب على أمره، يعني الموضع ده مش هيتغير ولا ده ملوش علاقة؟ لا ان شاء الله اعتقد يتغير، لكن احنا خلينا نتكلم على استدامة الموارد. انت هتقدر تشغل المنظومة دي ازاي؟ تمام. الحقيقة القانون حط الزام ان كل محافظة هيبقى فيها انشاء صندوق، هذا الصندوق يقول اليه مبالغ معينة، وهيبقى كل محافظة بتصرف من هذا الصندوق. هيجيب المبالغ بتاعته منين؟ اول حاجة الاشتراك الشهري للمواطن هيبدأ من 5 جنيه الى 40 جنيه. بالنسبة للمناطق المحلات هيبقى من 30 جنيه إلى 100 جنيه. بالنسبة للشركات في حدود 5000 جنيه. بالنسبة للمناطق السياحية هتبقى في حدود 20000 جنيه. ده أول جزء هيخش. المناطق السياحية زي فندق مثلا، زي عائلة أو منتجع سياحي. منتجع سياحي ويبتدي يدفع لأنه قادر يدفع هذا المبلغ يعني. فأول مكون للصندوق ما يقوم به الفرد من التزامات حوالين القمامة اللي هو بيطلعها. طب هي بقى المحافظة في المقابل هتسلم المواطنين أكياس مثلا، كيس للزبالة أو كيس وكيس للبلاستيك ولا لا؟ هو المفروض ده بعد ما نعمل حملة التوعية المطلوبة المفروض أن المواطن، وبعدين مش عايزين نكلف المواطن يقولك هات كيس أصفر وكيس أحمر وبتاع، محدش هيسأل، محدش هيشتري. هو أي كيسين عندك ومجرد هيفتحهم هيعرف ان ده عضوي وده مش عضوي، خلاص هيحل مشكلته يعني. تمام. فانت يسر على الناس وقول لهم بلاش تشتروا، انت عندك اكياس قديمه بيشتريت بيها خضار ولا سوبر ماركت من اي حته، جمعها بدل ما ترميها. بس احنا كده يا دكتور دخلنا في حاجه تانية، في محظور اخر، وهو البلاستيك وعدم اعاده تدوير البلاستيك اللي هو ما بيدخلش في البيئه، فاحنا كده هنزود الاستخدام لكياس البلاستيك. ما هو حضرتك الى ان بقى نخلص البيئه من البلاستيك، احنا لسه احنا بنتكلم على الوضع. خلينا نخلص البيئه من الزباله الاول. خلينا نخلص واحده واحده، وبعدين نشاور على الايه البلاستيك اللي هو بيختفي لنفسه يعني بعد فتره بان هو بيروح يعني. ده فعلا موجود يا فندم. وبعدين دلوقتي الكرتون، ما انت ممكن تحط في برضه في حاجه كرتون، كيس اي كرتون كيس يعني، هو مش لازم يبقى كيس يعني مواصفات معينه يعني. اي كيس تمام. كرتون يعني تمام. ودلوقتي بعض المحلات ابتدت يعني يبقى فيها تقلل شويه البلاستيك، ويقول لك يعني حضرتك شفت في الدول المتقدمه هو بيسالك لو انت عاوز كيس ولا لا الاول، ممكن يكون معاك شنطه. فاكر حضرتك شنطه زمان؟ أيوة. القماش ايوه اللي كنا بنستخدمها نجيب بيها الخضار. ايوه هي دي اللي ترمى، او الشنطه الكبيره دي اللي هي الشبك دي، ما كانت قماش صح او بتاع يعني. ايوه صح. فما كانش فيه بقى بلاستيك ولا الكلام ده، ما كانش فيه. والشنطه القماش بعد مرتين ثلاثة أربعة هتغسلها تطلع زي الفل، صح نضيفة. ده اللي كان حاصل بصراحة والله. وده اللي كان بيحصل، بتجيب بيها كل حاجة بالظبط. هي الشنطة القماش اللي هي اللي وتطبعها وتقفلها بسوسته وتحطها في جيبك، اوعى تضيع الشنطة. فدي أول بند من البنود اللي هم هيبقى فيه تمويل هذا الصندوق. الحاجة الثانية الدولة هتدعم هذا الكلام. الحاجة الثالثة البنوك، ممكن البنك المركزي، هو في مبادره يمكن مبادره البدء في دعم المنظومه يعني. من ضمن الحاجات ان البنك المركزي هيدعم بمبادره معينه دعم هذا الامر. الحاجه الثالثه التعاقدات اللي هتبقى الشركات، ما الشركات دي عشان تتعاقد تاخد المخلفات دي هتدفع لك فلوس. تمام. للدوله. صح. امال هو هنعمل تعاقد معاهم ليه؟ هياخدوا فلوس الحاجات دي ببلاش؟ لا مش هياخدها ببلاش. فبالتالي التعاقدات دي هتخش ضمن الصندوق ده، بالاضافه الى الغرامات. يعني في غرامات هتروح للناس اللي هو رمى مخلفات في الشارع، ما ده غرامه هتدفع غرامه، شركه رمت حاجه في الشارع هتدفع غرامه، وبالتالي تقريبا ده بالاضافه الى بعض الاعفاءات الجمركيه. يعني مثلا انا عاوز استورد مخلفات ادوات للتخلص الامن من المخلفات، ممكن الدوله تعمل تخفيض جمركي او اعفاءات جمركيه معينه علشان تيسر للناس هذا الامر. نعم. فده مصادر التمويل المختلفه. الحقيقة يعني احنا نتمنى ان هذه المنظومة يعني تبدأ العمل، علشان لان احنا لحد النهاردة لسه ما بدأناش بالعمل. لا لسه، هو احنا التجريب هيكون في الاربع محافظات زي ما تفضل معالي رئيس مجلس الوزراء وقال، وان شاء الله نتمنى لها النجاح، ولكن النجاح هيبقى بالناس.
وعاوز اكد على طيب هو في برضو نقطه يعني احنا فاضل دقيقه بس في نقطه اللي هو يمكن انا ساعات كتير جدا بلاقي عمال النظافه نفسهم بيكنسوا وبيرموا في البلاعات اللي الدوله بتصرف عليها فلوس علشان خاطر المطر وكده، ده هيختفي الموضوع ولا ده ملوش علاقه بالمنظومه الجديده؟ هو انسى ان العامل هيجمع اللي في الشارع، حضرتك لو نجحت تلم من البيوت مش هتلاقي في الشارع. طب والتراب؟ ما انا بقول لحضرتك ما هو ده سنه سنه التراب ده هيتجمع بقى في اصلا مكان بيشفط التراب. ده طبعا مع الشركات الجديده ومع هو مش محتاج ان العامل يلمه. وبالتالي انت لو نجحت ان البيت وان الفرد في الشارع ما يرميش مش هتلاقي اصلا في الشارع، وبالتالي هو مش هيكنس. في عربيات الكنس هي تيجي تكنس وترش وتبقى زي الفل، الدنيا ما فيهاش اي مشكله. فنجاحها طبعا احنا بنتمنى ان يبقى موجود احسن حاجه، وبنتمنى ان احنا نرى يعني كل المنظومه تكون متكامله، لان يعني احنا برضو بيصعب علينا ان يبقى موجود انسان واحد زيه زي بس قاعد مثلا بيتعامل مع القمامه والمخلفات بايده وممكن يتعور وممكن يصاب بالامراض وممكن يحصل له حاجات سيئه جدا. ده طبعا يعني اما يكون في المنظومه متكامله اكيد تمام. كل شيء هيمشي بشكل متسق وشكل حضاري. تمام، هو ده بالظبط اللي بيسعى ليه هذا القانون او يسعى ليه هذا التنظيم، ان كل حاجه تمشي بقى بشكل مرتب، وان احنا نتفادى بعض الديفكت اللي كانت حصلت في الفترات اللي فاتت وتمشي كل حاجه مظبوطه. ولكن زي ما بقول ان اللي هينجح هذه المنظومه اداره جيده وناس عندها وعي. نعم. دول جناحين مهمين جدا. لو ناس عندها شوية ومش عايزه مش عايزه لو جبت لها حاجات من الفضاء برضه مش هتنجح. حضرتك وانت خارج ممكن تاخد الكيس تحطه الساعه 6 الصبح جنب الرصيف وتمشي، هو مين اللي هيمسكك؟ صح، ومين اللي مش معقوله يعني كل واحد يبقى عنده عسكري استحاله او كاميرا مراقبه مثلا استحاله. فهي دي نقطه يعني النقط المهمه جدا في هذا الموضوع. ان شاء الله الوضع يتحسن. احنا في نهايه الحلقه بشكر الشكر الجزير لحضرتك الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئيه جامعه عين شمس، كنت ضيفا عزيزا على برنامج ملفات. بشكرك. شكرا. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وأمنه.